هذا البرنامج برعاية إيفر كافيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم، حياكم الله. ويمكن شفتوا الفيديوهات اللي حطيتهم، هذه بعض المقاطع من الغبقة الرمضانية العائلية. طبعا تأخرت في وضعها لأني ما كنت أريد وضعها، بس اللي ذكرني فيها الموضوع اللي أتكلم عنه اليوم، واللي هو اليوم خلاص ليلة 26، اليوم 26 يعني ليلة 27، وأغلب المسلمين يعني يحيوا هذه الليلة باعتبارها ليلة القدر، مع أنه يعني ليلة القدر في الأيام الفردية أو الليالي الفردية من شهر رمضان المبارك من العشر الأواخر تحديدا. عموما الغبقة الرمضانية، اللي ما يعرف الغبقة الرمضانية، هي طعام أو وليمة يتجمع عليها الأفراد العائلة في منطقة الخليج بعد الإفطار أو على الإفطار أو على السحور. والغبقة يعني الطعام الذي يؤكل ليلا بالمفهوم الخليجي. اللي ذكرني في هذا الموضوع أنه خلاص بدأت زكاة الفطر، تقديم زكاة الفطر وإعلانات لتقديم زكاة الفطر، ويجتهد الكثير منا في تقديم زكاة الفطر. إيش اللي ربط بين زكاة الفطر والغبقة الرمضانية؟ هو صلة الرحم. يعني ليس من المعقول أني أنا أعمل وليمة كبيرة وعريضة وفي نفس الوقت يعني ما أصل رحمي، وليس من المعقول أني أشن أو أعمل حملة كبيرة للتبرع للفقراء في البلد الفلاني والبلد العلاني، وأنا من بين أقاربي وجيراني وأهلي وأبناء وطني من المتعففين الكثير. أعرف أن هذا الكلام يمكن يزعج البعض، بس هذه هي الحقيقة. أنت ليش تمد يدينك للبعيد وتنسى القريب؟ الأقربون أولى بالمعروف. ليش تتفاخر أنك وزعت مليون وجبة بينما جارك أو واحد من أقاربك ما لاقي حتى وجبة إفطار؟ وليش تتفاخر أنه أنا عملت حملة الفلانية، اليوم بنسوي الوجبة لكذا واليوم بنسوي الوجبة كذا واليوم، وأصور وأصور يعني وأظهر أني أنا عملت وفعلت. ويمكن والدك أو والدتك حتى ابتسامة ما تصدقت عليهم بابتسامتك، وما بريتهم ولا أحسنت إليهم بابتسامة أو بدعاء بشيء من جميل الصنع ورد الجميل لهم. قل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. بالمختصر المفيد، الأقربون دائما أولى بالمعروف يا جماعة. بدل ما نتفاخر أن احنا بنينا وفعلنا وحفرنا آبار وعملنا، نشوف اللي حولنا، فحولنا الكثير من المتعففين. طابت الله.